بسم الله الرحمن الرحيم. ابناءنا الطلبة اليوم بعد إن شاء الله بعد ما خلصنا الدرس الماضي في الصناعة في الوطن العربي، النهاردة أمامنا درس للكشوف الجغرافية الوحدة الثالثة لمادة الدراسات الاجتماعية. عنوان الدرس الكشوف الجغرافي. أول حاجة هنتعرف في هذا الدرس على عدة محاور رئيسية. أول حاجة هنتعرف على معنى الكشوف الجغرافي أو مفهوم الكشوف الجغرافي. 2 دوافع الكشوف الجغرافية أو الأسباب اللي أدت إلى قيام الكشوف الجغرافي. 3 أنواع الكشوف الجغرافي. تمام. بعد كده هناخد مع بعضنا توضيح لكل عنصر من هذه العناصر على حدة لكي نتعرف على الكشوف الجغرافية وحقيقتها. أول حاجة عايز أتعرف على معنى الكشوف الجغرافي. الكشوف الجغرافية هي رحلات بحرية قام بها الأوروبيون في القرن 15 الميلادي لاكتشاف مناطق جديدة لأسباب منها اقتصادية ودينية واجتماعية ومعرفية. هذا هو مفهوم الكشوف الجغرافي. طيب أنواع الكشوف الجغرافية، هنتعرف على بعض الدول التي قامت بهذه الكشوف الجغرافية. منها كشوف جغرافية برتغالية، أسبانية، بريطانية، فرنسية، هولندية. طيب عندي، وده من المهمات جدا أنني أتعرف على دوافع الكشوف الجغرافية. ايه يعني دوافع؟ يعني الاسباب التي ادت الاوروبيون للقيام بهذه الكشوف الجغرافي. طيب عندي دوافع عديدة، منها دينية، دوافع سياسية، دوافع اقتصادية، ودوافع علمية. تاني، دوافع الكشوف الجغرافية منها دوافع دينية وسياسية واقتصادية وعلمية. هنتطرق الآن إلى معرفة أنواع الكشوف الجغرافية. أول حاجة هنتعرف على الكشوف الجغرافية البرتغالية. الكشوف البرتغالية أول من بدأ بها هو الأمير هنري الملاح. طيب هنري الملاح ابن ملك بريطانيا، وكان عنده ميول كبيرة جدا للملاحة البحرية، فلقب بالملاح لحبه إلى البحر، حتى أنه أنشأ أكاديمية بحرية لتعلم الملاحة، عشان كده سمي أو لقب بالملاح. هذا الرجل كان والده عينه أميرا على منطقة سبتة في بلاد المغرب، كانت خاضعة للأسبان، ثم بدأ يقوم برحلته حتى وصل إلى منطقة جبل طارق، ثم إلى آخر شيء وصل إليه هو ساحل غرب السنغال على المحيط الأطلسي، ثم رجع بعد ذلك ولم يكمل باقي رحلاته. بعد ذلك بدأت البرتغال تشجع بعض البحارة على القيام بالأعمال الكشوف الجغرافية، ومنها فاسكو دا جاما. فاسكو دا جاما ملك البرتغال أعده وجهز له كل ما يلزمه، ثم دار برحلته المعروفة حول قارة أفريقيا. خرج والسهم معاه هوت على الخريطة، خرج من البرتغال مرا بسواحل أفريقيا جميعا، أهوت
اللي هو الخط الأحمر ده هو المتقطع، ثم عبر أقصى جنوب قارة أفريقيا. هذه المنطقة بتسمى رأس الرجاء الصالح، رأس الرجاء الصالح. ليه سميت بهذا الاسم؟ سموها البرتغال باسم رأس الرجاء الصالح لأن كان عندهم أمل أن هم يصلوا إلى الهند عن طريق هذا المكان، فلما وصلوا عن طريق هذا المكان إلى الهند فسموه رأس الرجاء الصالح. ثم بعد ذلك استمر هنري فاسكو دا جاما رحلته مرا بسواحل شرق أفريقيا، ثم وصل إلى ساحل عمان، وفي عمان استعان ببحار عربي مشهور اسمه أحمد ابن ماجد أو الملقب بأسد البحار، استعان به لكي يوصله إلى الهند. وأحمد ابن ماجد كان عنده خبرة كبيرة جدا بالبحار، زي ما احنا عارفين أن العرب القدامى كانت رحلاتهم التجارية من بلاد العرب إلى جنوب شرق آسيا، وكان عندهم خبرة كبيرة جدا بهذه البحار، فاستعان به حتى وصل إلى الهند. وبكده وصل فاسكو دا جاما إلى الهند. طيب إيه الهدف من الأوروبيون إلى قيام بهذه الكشوف الجغرافية واكتشاف طرق جديدة؟ أول حاجة اكتشاف طرق جديدة تبعتهم عن العرب والمسلمين، لأن التجارة بتاعتهم كانت بتمر من الهند وتمر ببلاد العرب، فكان يأخذ عليها ضرائب. طيب هم أرادوا أن يكتشفوا طرق جديدة بدون أن تمر ببلاد العرب وببلاد المسلمين. هذه هي الاكتشافات البرتغالية. ننتقل بعد ذلك إلى الكشوف الجغرافية الأسبانية. بدأت أسبانيا تجهز بعض الرحالة البحريين للقيام ببعض الأعمال والكشوف الجغرافية، وعلى رأسهم كريستوفر كولومبوس. هذا الرجل أراد أن يبحر غربا لعل وعسى أن يصل إلى الهند في أقرب طريق، وركب المحيط الأطلسي، وكان يطلق على المحيط الأطلسي في تلك الفترة ببحر الظلمات. هذا الرجل وصل إلى منطقة أمريكا الوسطى حاليا، ووصل إلى جزر اسمها جزر الباهاما التي سماها فيما بعد بسان سلفادور، ثم رجع برحلة إلى أسبانيا، ثم رجع مرة أخرى وقام برحلة أخرى وصل فيها إلى ساحل كوبا الشمالي وجزيرة هايتي وسماها أسبانيا الصغرى. وبكده ظن أنه وصل إلى منطقة الهند، وهذا ظن خاطئ، ولكن هو وصل إلى منطقة بعض جزر أمريكا الوسطى. ثم بعد ذلك اكتشف جامايكا، ثم عاد إلى أسبانيا. هذه هي الاكتشافات الأسبانية. ونجد أن معظم الرحالة الذين قاموا بالرحلات الأسبانية هم أصلا إيطاليين الأصل، ولكن استعانت بهم أسبانيا لهذه الكشوف الجغرافية. نأتي بعد ذلك إلى الكشوف الجغرافية البريطانية. بريطانيا أيضا أخذت نصيب من هذه الكشوف الجغرافية. أول من قام بالرحلات الكشوف البريطانية واحد اسمه جون كابوت. جون كابوت خرج من بريطانيا متجها غربا، وصل إلى شمال ساحل الولايات المتحدة الأمريكية حاليا أو قارة أمريكا الشمالية، ثم رجع إلى بريطانيا، ثم قام برحلة أخرى إلى أمريكا الشمالية، وصل فيها إلى ساحل شرق الولايات المتحدة الأمريكية حتى ولاية أو منطقة فلوريدا، ثم رجع إلى بريطانيا. ولذلك تجد أن من توابع هذه الرحلات أن المنطقة أمريكا الشمالية أصبحت فيما بعد خاضعة تحت الاستعمار البريطاني. طيب هل اقتصرت الكشوف الجغرافية على ذلك البريطاني؟ لا، قام رحالة آخر اسمه جيمس كوك برحلات، بخرج من بريطانيا متجه مرة حول قارة أفريقيا، ثم خاض المحيط الهندي، ثم وصل إلى سواحل نيوزيلندا، ثم بعد ذلك إلى الساحل الشرقي إلى أستراليا واكتشف قارة أستراليا. وبكده
زي ما احنا عارفين خضعت استراليا تحت سيطرة الاستعمار البريطاني. يبقى خليك معايا كده وركز معايا في الاسماء اللي انا قلتها واهم المناطق التي قاموا باكتشافها. يبقى هنري الملاح برتغالي وصل الى سواحل غرب افريقيا، فاسكو دا جاما دار حول قاره راس حول قاره افريقيا واكتشف طريق راس الرجاء الصالح ووصل الى الهند. جون كابوت بريطاني ووصل الى سواحل شمال وشرق امريكا الشماليه، ده بريطاني. الاسباني كريستوفر كولومبوس وصل الى امريكا الوسطى. بعد ذلك عندي جون كابوت وصل اللي احنا تحدثنا عنه. طيب في رحالة اخر لم يذكر عنه معلومات كثيرة في الكتاب، ولكن قام برحلة وهو من الرحالة الاسبان اسمه ماجلان. ماجلان هذا خرج من اسبانيا متجها جنوبا نحو قارة امريكا الجنوبية مرا بمضيق سمي باسمه حتى وقتنا الحالي وهو مضيق ماجلان، اللي هو مرر بالنقط السهم بالنقط جنوب قارة امريكا الجنوبية. هذا الرجل دار حول العالم متجها غربا المحيط الهادي حتى وصل الى جزر الفلبين، وفي جزر الفلبين كانت نهايته. كيف؟ هذا الرجل زي ما احنا عرفنا من دوافع الكشوف الجغرافية انها لا هدف ديني. ايه هو هذا الهدف الديني؟ هو نشر النصرانية في المناطق التي يتم اكتشافها. فعندما وصل الى الفلبين حدثت بينه وبين المسلمين في الفلبين حرب، هذه الحرب قتل فيها ماجلان وأنصار معه، ثم أكمل من بقي منهم الرحلة ورجعوا إلى أسبانيا. هذه الرحلة التي قادها ماجلان أثبتت دوران الكرة الأرضية. هذه هي معظم رحلات الكشوف الجغرافية التي قام بها الأوروبيون والبرتغاليون والأسبان. إذن عندي باقي جزء واحد وهو المهم عندي، نتائج الكشوف الجغرافية. الكشوف الجغرافية لها نتائج هامة جدا على العالم العربي وعلى العالم كله. طيب أول شيء على العالم العربي، تحول التجارة إلى الطرق البحرية الجديدة اللي احنا قلنا عليها بالدوران حول رأس الرجاء الصالح وأفريقيا والوصول إلى الهند دون المرور ببلاد العرب، مما أثر اقتصاديا على الاقتصاد العربي والإسلامي، وخاصة البلاد التي كانت تمر بها تلك التجارة. محاصرة البرتغاليين لبعض الشواطئ العربية على بحر العرب وبحر عمان، ثلاثة إضعاف دولة المماليك اللي كانت بتحكم مصر في تلك الفترة مما أدى إلى سقوطها. إيه سبب سقوطها؟ إنها كانت بتاخد ضرائب على التجارة التي تمر عن طريقها، ثم انقطعت هذه الضرائب، ضعفت اقتصاديا، سقطت دولة المماليك في مصر. هذا كل ما يخص العالم العربي والإسلامي. طيب بالنسبة للعالم انتقال الطرق التجارية من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلسي. اثنين التوسع التجاري وفتح أسواق جديدة. ثلاثة تدفق الثروات والمواد الخام على أوروبا، وخاصة عندما قامت الثورة الصناعية في بريطانيا. تطور فنون الملاحة وأدواتها والسفن الحربية والتجارية. تقدم المعرفة الجغرافية والفلكية. إثبات كروية الأرض عمليا وتعرف أجزاء العالم. يبقى من اللي أثبت كروية الأرض؟ رحلة ماجلان. آخر شيء عندي تزايد التنافس الاستعماري وقيام الحروب والمنازعات العالمية، وده اللي هناخده إن شاء الله في الحصة القادمة، اللي هو الاستعمار اللي هو نتج عن الكشوف الجغرافية، وده اللي هنتعرف عليه إن شاء الله في الحصة القادمة. تمنيات لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.